يا اهلا بكل حضراتكم عودة مرة تانية. دي 10 الصبح في الاهلي وبنبتدي معاكم دلوقتي اولى فقراتنا الحوارية في حلقة النهاردة. فقرة مهمة جدا لان احنا هنتكلم من خلالها عن التمارين المناسبة لكل الفئات العمرية وازاي كمان نتجنب التمارين الخاطئة اللي طبعا بينتج عنها الكثير من الاصابات، الى جانب اسئلة كتير اعتقد ان هي هتهم الغالبية العظمى من حضراتكم، فارجوكم تابعونا وان شاء الله ستجدوا ما يسركم. احنا منورنا في الفقرة دي كابتن حسام الفيل مدرب جيم النادي الاهلي فرع الشيخ زايد. صباح الفل عليك. اهلا بحضرتك. اخبار حضرتك ايه؟ جدا انا بوجودي معاكم ان شاء الله. ربنا يخليك، ده انت نورت الدنيا كلها. ان شاء الله نقدم تمارين كويسة الناس تستفاد منها ان شاء الله. ما هو ده اللي احنا بقى ايه بنتطلع اليه في الفقرة دي، بس احنا عايزين نمشي مع الناس واحدة واحدة. اولا كده طبعا اكيد مفيش اختلاف في اهميه الرياضه واهميه ممارستها لكل الفئات العمريه المختلفه، ولكن ليه اعتبارات كتير، ليه علاقه بالوقت، ليه علاقه بالشغل، ليه علاقه بحتى الامكانيات الماديه. مش كل الناس عندها قدره ان هي تشترك في جيم، او مش كل الناس اعضاء في نوادي رياضيه كبيره. تمام. الناس اللي تنطبق عليهم هذه المواصفات يعملوا ايه عشان ما يبقوش منعزلين وبعيد تماما او البديل ليهم اللي هو مش قادر ينزل الجيم او يمارس رياضه مثلا كده في يوم؟ بس خلينا قبل ما ابدا اقول الحاجه دي عايز بس اقول الهدف الاول من الرياضه. يعني دايما انا بقول ان احنا دايما كل الاعمار او كل الناس اللي هي بتمارس اي رياضه بيكون لها هدف واحد، اللي هو اول ما بعمل بمارس رياضه هو هدفي اللي هو الصحه العامه اهم حاجه. بعد كده بترتب على حاجات كتير بقى، اللي انا مثلا عايز بنزل الجيم مثلا او بمارس رياضه عشان هدف معين. عندي مثلا فيه حاجه عايز اخلصها بعد فتره، عندي مثلا في مناسبه عايز احضر لها، الكلام ده كله. فده دايما احنا بنتجمع كلنا في هدف واحد اللي هو الصحه العامه، ده اول حاجه. بعد كده بقى دلوقتي احنا يمكن تقريبا احنا مارسنا الظروف دي قبل كده في فتره كورونا. ناس كتير مننا ما كانتش بتقدر تنزل الجيم او بتنزل من البيت بتاعها. طبعًا. كانت يعتبر معظم الوقت مقضيه في البيت، مش بيعمل اي حاجه. صحيح. فابتدت كله يبدا يتمرن بحاجات بسيطه عنده في البيت، حتى اللي مش موجوده عنده ادوات بيتمرن بوزن جسمه عادي. نقدر توصل لشكل كويس او تفضل تحافظ على الوزن اللي انت فيه من غير ما تكتسب وزن زياده لو انت قاعد فتره طويله في البيت برضه باقل الامكانيات اللي موجوده عندك في البيت. خليني اقف عند الجمله دي لان هي جمله برضه تثير الكثير من الاسئله. ممكن اوصل لشكل كويس يعني بين قوسين فورمه حلوه عند يعني الغالبيه العظمى من الناس. الفكر بتاع ان الفورمه دي ما بتتحققش غير من خلال مقاومه الاوزان، يعني حديد يعني جيم. هل ده مظبوط ولا مش ضروري؟ هو انا مع حضرتك في ده، بس اهم حاجه يعني هو شخص لسه اول مره يمارس رياضه عايز يعمل شكل كويس. عايز يعمل شكل الجسم كويس، لا ممكن بتمارين في البيت يقدر يعملها ويوصل للشكل اللي هو محتاجه. بس اهم حاجه بجانب التمارين دي دايما بقول عليها هو نظامك الغذائي. انا ممكن اكون بتمرن وبعمل كل حاجه بس الاكل بتاعي مش مناسب للهدف اللي انا ماشي فيه. اوكي تمام. طيب ايه الاساسيات اللي لازم نراعيها واحنا بنعمل اي تمرين عشان ما نتعرضش للاصابه؟ قبل دايما ما ابدا اي تمرين لازم اتاكد من دايما بحط اللي هو السيفتي بتاعي، اللي انا بعرف التمرين ده اساسا هو بيشتغل على انهي عضله. والتشريح العضلي بتاع كل ايه كل تمرين. يعني مثلا سي مثلا انا بعمل تمرين للبايسبس مثلا، فمثلا لما بطلع بدراعي لفوق ببدا اقفل لفوق البايسبس وانا بنزل، دايما بقول محدش يعمل لوك دايما لايه لمفصل يعني دراع ما يبقاش مفروض على الاخر. ما يفردش اللوك، ما يفردش ايده لغايه الاخر. فده كل ده بيسبب بعد كده على المفاصل بتاعتنا طبعا. فدايما اهم حاجه عوامل السلامه دايما في اي تمرين انا بشتغله. تمام. طيب هل لكل سن تمارينه؟ طبعا. يعني مثلا حد مرحله صغيره، مرحله عمريه صغيره، مش هيكون التمارين بتاعته زي مثلا حد شخص كبير فوق ال 40 او ال 50 سنه. كل واحد من دول بيكون البرنامج اللي هو الخاص بيه هو. فعشان كده لما حد لسه اول مره بينزل جيم او حد لسه هيمارس رياضه فالافضل يكون متابع مع حد متخصص عشان يقدر يحط له الايه التمارين المناسبه للمستوى بتاعه هو، لان ممكن تمرين مناسب ليا انا مش مناسب لشخص تاني بيكون مثلا عنده اصابه او عنده حاجه، فمش هيقدر يعمل التمرين ده، بالعكس وهيخليه ايه يسبب له اصابه اكتر او يزود له الحاجه اللي عنده. طبعا في برضه في بعض البيوت المصريه في اولياء امور بيشتكوا ان هم مخلفين عيل يعني عفريت بالمعنى الحرفي، عنده طاقه لا تنتهي وموظف الطاقه دي غلط نتيجه ان هو ما عندوش حاجه ثانيه يطلع من خلالها الطاقه. الى اي درجه ممارسه الرياضه لطفل بالمواصفات دي ممكن يبقى مفيد ليه واكيد لاهله بطبيعه الحال؟ لا فعلا جدا. يعني انا دايما انا بشجع حتى الاطفال، يعني بحب جدا لما الاقي اسره بتشجع اطفالها سواء الولد او البنت اللي هم يبداوا من سن صغير يمارسوا الرياضه. فده بعد كده هتلاقي لا هو لما بيكبر بيبقى عارف خلاص بيبقى يبتدي يمشي على الحاجه دي كمان. وكنت برضو عايز اقول يعني ملاحظه كمان. اتفضل. بالنسبه لل يعني الاكل برضو انا دايما بشوف يعني في اسر كتير بتسيب الاطفال بتاعتهم لغايه ما توصل لفتره للوزن كبير وبعد كده يبدا ينزله مثلا يلعب رياضه. طب انت عندك مثلا ما تاسسه من الاول وهو لسه صغير طبعا.
عشان يبدا واحده واحده يتعلم على الحاجه دي. لا وبعدين لما يبقى طفل عنده 10 11 سنه وعنده كرش قد كده، ما هو ده هيمنعه من كتير من مناهج الحياه للسن ده كمان على نفسيته كمان، يعني من ضمن الحاجات اللي هتاثر على نفسيته في وسط اصحابه وكده. طب يعني الطفل ممكن يروح الجيم ده، وهنتكلم على الجيم ابتداء من سن كام؟ 11 سنه. فعلا 11 سنه Okay. بس برضه هيبقى تحت اشراف اللي هو الكابتن اللي موجود عشان يقدر يوظفه صح، يوظف التمارين اللي هي هتناسبه صح. لان في ناس بتقول لك لا في السن المبكره قوي دي برضه العظم ما يستحملش والكتله العضليه ما تستوعبش والنوع ده من الكلام. لا 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 خالص. طيب احنا ابتدينا كلامنا بان في تمارين اساسيه ممكن الواحد فينا يعملها في اي وقت مناسب بالنسبه له في اي مكان مريح بالنسبه له. تمام. فبرضه لو في فرصه نتعرف بقى بشكل عملي على التمارين دي تبقى عملت معانا واجب كبير. اكيد طبعا. اتفضل. احنا اولا زي ما تعودنا قبل ما بنبدا اي تمرين او بنبدا اي حاجه بنعمل حاجه اسمها ورم اب بتاعنا، ده انا بسخن الجسم بتاعي وبهيئ الجوينتس عنده والمفصل والمسلز كمان عشان ما يحصلليش اصابه بعد كده. حلو. فممكن هبدا اول حاجه كده بتسخين بسيط اللي انا بعمل جري في المكان، بعد كده ازود السرعه شويه بحس ان ابتدى الجسم بتاعي ابتدى يسخن معايا. ممكن لو انا عندي مساحه مثلا كافيه ببدا اجري سايد والمس الارض. يعني بتشكل يمين. في التمرينه دي بشكل بسخن جسمي بس قبل ما ابدا التمرين. حلو. فده كل ده بيساعدني ان انا ما احصليش اي اصابه ولا اي حاجه. نتكلم في دقيقه دقيقتين من 5 دقائق اقل حاجه. وكمان دايما يعني بركز عليها في فصل الشتاء اللي احنا فيه ده، دايما نزود موضوع اللي قال ورم اب شويه عشان ما ايه جسمك يقدر مع درجه حراره الجو. حلو. غير الصيف طبعا. تمام. فبعد احنا ما سخنا التسخين بتاعنا ممكن نبدا ايه التمارين بتاعتنا. هنبدا هنعمل تمارين للفول بادي كله، بس هنبدا دايما ايه بحب ابدا بالايه اللور بادي. تمام. هبدا تمرين مع بعض دلوقتي تمرين اسمه السومو سكوات، بشغل لنا عضلات الرجلين اللي هو بيركز على الكوادريسبس والهامسترنج والعضلات الهيب فليكسور والجلوتس. طب لو هل في فرصه بس عشان الاضاءه بتاعتك تبقى واخدها مظبوط، هل في فرصه تعمل اللي هتعمله بس على المات؟ تمام مفيش مشكله، اخلي بس أيوة رجلي ورا هنا. هو ده تمام زي الفل. تمام. عشان الناس تشوف الصوره بشكل تمام. دايما وانا بقف بخلي مشط رجليا لبره. اوكي. وانا بنزل هخلي الركبه بتاعتي في اتجاه الايه مشط رجلي. تمام. وابدا انزل 1 2 واعد مع بعض 10 عدات 1 2 3 4. دايما بلاحظ في التمرين ده ممكن ناس كتير بيحصل لها اخطاء في التمرين ده، اللي انا بطلع بجسمي لقدام فده بعمل ضغط على الركبه عندي على مفصل الركبه. كويس انك قلت الاخطاء. فمن ضمن الحاجات برضو الاخطاء اللي بتتم اللي انا ممكن بنزل بطني ظهري لقدام فده اعمل حمل برضو على فقرات الظهر بتاعتي. فاهم حاجه لازم انا اعمل التمرين بالوضع الصح بتاعه لنفسي كده. واصلا التمرين ده يبدو سهل لكن في حقيقه الامر بينتج عنه نار الله الموقده في المنطقه دي من الجسم. في بلاقي شد هنا عندي في العضلات الداخليه والخارجيه برضو بتاعه الرجل. طبعا. فممكن برضو يعني نفس التمرين ده لو حد واقف قدام ممكن يساعدني بايديا كده ان انا انزل. أوكي. بنفس الوضعيه دي 1 2. ده اول حاجه. في عندنا تمرين تاني اسمه ريفرس لانجز، بشغل لنا عضلات الكوادريسبس والعضلات الخلفيه برضو. بخلي رجلي قدام هنا. حلو. برجع بالرجل الثانيه ورا. دايما المسافه بالرجل لو تلاحظ حضرتك انا بنزل رجليها بتكون 90 درجه وظهري بيكون مفرود وشادد العضلات البطن بتاعي وظهري مفرود بص قدامي. ولو تلاحظ حضرتك رجليا هنا انا مش موسعها قوي عشان لو وسعتها قوي ده من ضمن الاخطاء اللي بتحصل في التمرين ده انا مش هقدر انزل كده طول ما رجليا مفروده ورا قوي مش هقدر انزل. أوكي. فعشان الوضعيه الصحيحه بتاعته برجع رجلي بس كده المسافه بتكون قريبه ببدا انزل وبدي الناحيه الثانيه 1 2 3. الظهر برضو بتاعي مشدود 4 5. طب انا عايز اصعب التمرين ده شويه لو حد متقدم مثلا في التمرين شويه ممكن هنزل برضو في نفس الوضعيه كده ريفرس لاين وبطلع بركبتي فوق بعمل ني درايف تاني 1 2 3. تمام كده عملنا تمرينين لعضلات الرجلين. وعدد معين من المجموعات لو ممكن نقدر لو حد لسه بيبدا في التمرين ده ممكن يبدا من 10 عدات ل 12 عده مجموعه واحده في ثلاث مجاميع من ثلاث مجاميع لاربع مجاميع. اوكي. في البدايه كده دايما انا يعني دايما مش بحط له رقم معين عشان كل مستوى مننا بيكون مختلف عن التاني. ايوه ثلاث اربع مجاميع الواحد لسه هيبتدي امال الناس هيبقى صعب عشان كده انا دايما مش بعمل ايه مش بفوكس على رقم مثلا مش بقول لك لا لازم تعمل 15 عده او 12 عده بس المهم ان الحركه تكون مظبوطه. اهم حاجه عندي الحركه تكون مظبوطه وابدا بالعدد اللي انت تقدر ايه تعمله صح. حلو. هندخل حاجه بقى لايه للابر بادي اشغل بقى الابر بادي. تمام. هنزل على المات
في وضعيه البلانك بوزيشن كده ظهري، لو حضرتك تلاحظ الظهر بتاعي كله مفروض مظبوط. هبدا اعمل تمرين اسمه شولدر تابس، اللي انا بلمس الكتف بتاعي وانا نفس الوضعيه دي. بطلع بدايه كده 1 2 الظهر بتاعي مفروض 3 4 5. طب من ضمن الاخطاء اللي ممكن تحصل في التمرين، بيشغل الكتف، بشغل الكتاب وشدد عضلات البطن كلها والظهر بتاعي والتراي كمان، شايف ان كل الجسم كله يعتبر في التمرين ده. التمرين كويس، كنت هتقول بقى ان في ناس بتعمل خطا ما في التمرين لمنطقه الكور، كمان بيساعد معايا كمان منطقه الكور التمرين ده. حلو. فمن ضمن الاخطاء اللي ممكن تتم في التمرين ده، اللي انا وانا بنزل كده بنزل بوسط لتحت، فبعمل ضغط على اللور باك بتاعي طبعا، او بطلع بالهبل فوق. لازم ظهري بيكون مفروض بنفس الحركه دي. أوكي. ومش بروح يمين ولا شمال، وانا ثابت مكاني. لو حضرتك تلاحظ انا بطلع يمين وشمال وجسمي كله مفروض. مظبوط. وبرده نفس الكلام من 3 ل 4 مجموعات في 10 بعمل 3 مجاميع بس. ممكن نبدا ب 10 عدات في الاول عشان وبعد كده ممكن اسبوع ورا اسبوع ممكن نزود العدد بتاعه. هو الواحد مع الوقت بيبقى يعني ايه متاقلم اكتر مع التمرين، فبيؤدي باريحيه عشان جسمي ما يثبتش. انا مثلا لو بعمل التمرين ده مثلا مرتين 3 في الاسبوع بنفس العدات، فكل اسبوع لازم اعمل تغيير فيه، مثلا اغير الريبيتيشن بتاعتي، اغير وقت الراحه اللي انا بعملها. ليه لازم اغير؟ هل عشان جسمي ما يحصلوش حاله اللي هو انا خلاص ثبات، انا خلاص حفظت الحاجه دي؟ ما هو الجسم بيتكيف على اي حاجه. حلو. فعشان ما يفضلش عليه. اخد تمرين كمان للناس اللي هي مش بتقدر تعمل بقى الضغط العادي البوش اب، بس هعمله عن طريق الركبه. ازاي؟ بخلي ايدي قدام، دايما بقول لهم خلي راسك وايديك على شكل مثلث. تمام. وبعمل رجليا من ورا كروس، وببدا انزل بجسمي كله لتحت. 1 2 هعمل 3 عدات ونقول الاخطاء اللي هتحصل فيه. طب انا دلوقتي انا بعمل ده مبدئيا شكل تاني من شكل من اشكال تمارين الضغط. ده تمرين بيؤدي نفس النتيجه وبيشغل نفس العضلات مع اختلاف الوضع. نفس النتيجه، بس ده لو حد مبتدئ لسه مش بيقدر يعمل الايه الضغط العادي اللي احنا هنعمله دلوقتي. اوكي. لكن لو حد هو مبتدئ حد متقدم وبيقدر يعمل البوش اب عادي، لا ظهري مفروض كده، ببدا انزل لتحت واطلع. تمام. بس من ضمن برضو الخطأ اللي احنا بنعمله في اول تمرين احنا عملناه، اللي احنا بننزل ظهري لو تلاحظ اللي هو لا من ظهري ما بينزلش مستقيم. انا بنزل بنص ظهري، لا انا عايز انزل كده دايما بخلي الشكل المثلث ده وانزل بجسم كله من فوق. تمام. وبرضو عايز اقول على ملاحظة بسيطة، النفس، لان الناس كتير بتكتم النفس بتاعها في مش في تمرين ضغط بس، في معظم التمارين. فمن ضمن الحاجات اللي هي بتقلل ايه مستوى التمرين بتاعتك وكفاءته كمان. فان انا انظم نفس اهم حاجه في التمرين، لازم تنظم النفس بتاعك. وباخد احنا النفس عباره عن شهيق وزفير، هل الزفير بيبقى مع الدفع؟ دايما انا بقول لهم في لو انت بتعمل بتزق حاجه لقدام ده بطلع فيها النفس. تمام. لو انا بسحب بول اي حركه بسحب فيها برضو بطلع النفس، خلاها فدي في حركات البوش بطلع النفس وحركات البول برضو بطلع النفس. تمام. ممكن نعمل كمان تمرين؟ براحتك يا اكسلنس، الفقره فقرتك والليله ليلتك، شوف انت عايز تعلمنا ايه واحنا معاك. هعمل تمرين بقى سوبرمان، بخلي دراعي قدام كده مفروض ورجليا كمان مفروده، ببدا اطلع بجسمي الاثنين مع بعض كله 1 2. التمرين ده كويس جدا لعضلات اللور باك، او ده برضه من التمارين اللي شكلها العام سهل لكن في تنفيذها مش قوي. 6 ده بيشغل لنا عضلات الظهر كلها، تمرين مفيد جدا لو حد عنده مشكله في الظهر. ده اللي كنت لسه بقوله لك من شويه، يبدو سهل لكن برضه من ممكن اسهل التمرين ده لو حد لسه مش بيقدر يعمل نفس التمرين ده. ازاي؟ حد اطلع رجليا قدام كده، هطلع بدايه كده ورجليا الاثنين مع بعض. اوكي. وبدل الناحيه الثانيه. تمام. 1 ده اكيد سهل لاي حد يقدر يعمله، بس فعلا بيعصر القطنيه. ده بيشغل لك عضلات القطنيه، لان احنا زي يعني حضرتك عارف اللي احنا كتير مننا بسبب القعده وسبب الحركه الغلط بتاعتنا كله يعتبر معظمنا عنده مشاكل في الظهر بتاعتنا. والله ابن حلال مصطفى ليه بقى؟ كان معانا الاسبوع اللي فات كان منورنا كده زي حضرتك كابتن محمود فوكس. تمام. ومن ضمن الحاجات اللي اتكلمت معاه فيها، وبالمناسبه برضو لو في فرصه ان احنا ناكد المعلومه للناس اللي بيتفرجوا علينا، ليه اعتبارات كتير في ناس عندها مشاكل في الكتف اللي هو الراوند شولدر، الكتف المحني لقدام، او الرقبه اللي مطلعه طالعه لقدام، او حتى انحناء في الظهر نفسه. تمام. نتيجه اعداد غلط، نتيجه انت عارف بقى اللابتوب والموبايلات والسواقه، حياتنا اليوميه بيكون فيها اعداد كتير غلط بتحصل. برضو عايزين نعرف الناس التمارين اللي تساعد على استعدال القوام بتاع العمود الفقري. تمام. طب ممكن بس قبل ما نبدا في تمارين اللي هي خاصه بالحاجات اللي هي المشاكل القواميه، ممكن نعمل لهم تمارين لو الناس بقى عندها اي ناس عندها
اوزان، عندها اي حاجه بسيطه في البيت، ماشي نقدر برضو ايه وبعديها نعمل التمرين، بعدها نعمل التمارين الثانيه زي الفل. احنا اللي موجود معانا دامبلز، اي حد اكيد في البيت موجود معاه دامبلز، مش موجود معاه ممكن ازازتين ميه يشتغل بيهم عادي. هبدا اول تمرين، تمرين اسمه سبلات سكوات. حلو. نفس تمرين السكوات بس هشتغله على رجل واحده. اوكي. بخلي رجليا كده قدام، برجع برضو المسافه كده، ببدا انزل رجليا 90 درجه، بخلي رجليا جوه سنه ظهري مفروض، ابدا انزل 1 2 3 4، هنعمل 5 عدات. تمام. 5. من ضمن الخطا اللي ممكن يتم في التمرين ده اللي انا بطلع بجسمي لقدام، بخلي ركبتي بضغط على الركبه لقدام او بخلي كعب رجلي على الارض. برضو هستاذنك يا كابتن بعد اذنك لو تطلع قدام شويه عشان تبقى الصوره اوضح للي بيتابعها. نعمله تاني مع بعض. تمام. رجليا قدام كده. بنزل 90 درجه للركبه بتاعتي اللي قدام، واقف على مشط رجلي الظهر المفروض، ببدا انزل بركبتي بس اهم حاجه ما بخليهاش تلمس الارض. تمام. واطلع تاني 1 2 3 4. فالملاحظات اللي بقولها اللي انا وانا بنزل ما بطلعش بالركبه لقدام عشان ما اضغطش على ايه، على مفصل الركبه، او بكون واقف على كعب رجلي اللي ورا، فكده مش هقدر اتني ركبتي دي، فدايما بقف على مشط رجلي. ده تمرين بيشغلنا الكوادريسبس. اول ما هبدا انزل هحس بهنا بعضلات الاماميه شغاله معايا. طبعا. ندخل حاجه ثانيه، ممكن اعمل سكوات بدمبلز وانا واقف في نفس الوضعيه دي، بخلي مشط رجلي بره سنه وممسك الدمبلز في ايدي وببدا انزل بزق بوسطي لورا وانا بنزل في وضعيه السكوات عشان الناس تعملها صح. بنزل 1 2 3 4، عده كمان 5. كده عملنا تمرينين برضو لايه؟ للرجلين. ممكن ادخل حاجه للابر بادي فوق. بمناسبه ان احنا لسه في دنيا السكوات، لو حد اصلا عنده مشكله خشونه في الركب، النوع ده من الامور هل يفضل انه ما يعملش التمرين ده؟ لا، هو لان بيبقى فيها تحميل كبير على ممكن يعمله، بس بيعمله مساعده على كرسي. اوكي. يعني ممكن لو كده ممكن واحنا بنقعد على الكرسي بس ما بنزلش ايه، يعني بعمل تاتش بس الكرسي، ممكن يا دوب المس الكرسي، اللي انا ما بحملش على الركبه بتاعتي بس. تمام. حلو. يعني الافضل اللي هو بيكون بيستخدمه على حاجه، بلاش ينزل بنفس الوضع اللي احنا بننزل بيها دي. تمام. حلو. هبدا بقى حاجه للدراع، للناس كلها بتحب شكل الدراع بتاعها. طبعا يا استاذ. هشتغل تمرين للبايسبس، هشغل فيه عضلات البايسبس. حلو. دايما بخلي ايدي جنب كده وانا واقف، لو حضرتك تلاحظ انا بتني الركبه بتاعتي دايما. عشان ما اعملش حمل على ايه، اوزع حمل الجسم كله ايه. تمام. على الجسم مش على الركبه بس. ببدا اطلع واحده واحده 2 وبنزل بالراحه دايما. اهم حاجه وما بتنزل برده ما بتفردش ايدك للاخر، ما اعملش لوك تحت. تمام. ودايما بقول لهم يعني وانت بتنزل دايما في النيجاتيف، في الحركه السلبيه اهم حاجه تكون بتنزل بالراحه عشان تستفيد بالتمرين اكتر. أوكي. يعني بلاش اللي انا اشتغل اللي هو السرعه دي. طب. انا ما استفدتش استفاده كامله بنفس التمرين. فدايما بطلع بالتمرين بالراحه 1 2 3. كده عملنا تمرين للبايسبس. احنا ممكن ندخل حاجه للباك بقى وللترايسبس كمان. تمام. هنزل كده، هبدا اتني الركبه بتاعتي سنه بسيطه وانزل بظهري. التمرين ده اسمه ايه؟ 2 دمبل رو، وهعمل معاها ايه؟ ده كيك سحب باك. يعني ده سحب لعضله اللاتس للظهر زي التجميل، وبشغل معاها كمان الترايسبس. بس اهم حاجه عايز الظهر بتاعي يكون مفروض كده، ببدا اسحب الدمبلز كده في جنبي وافرد دراعي لورا وارجع تاني 2. انا كده بشغل عضلات الظهر بتاعتي وبشغل كمان معاها الترايسبس 2 3 4، عدى كمان 5. طب ممكن الخطا اللي يحصل في التمرين ده لو انا بشتغله، اللي انا بنزل بلاقي مثلا الناس بتنزل بظهرها كده، بحس اللي فيه كيرف في الظهر، فانا مش عايز كده، لازم ظهري بيكون مفرود، او بطلع دراعي بيكون لبره ما بركزش على العضله اللي انا شغال عليها، او بعمل الكوع وانا بعمل ترايسبس بيكون دراعي تحت. لا، انا عايز الوضعيه الصحيحه، نفس ما انا بشتغل كده ظهري مفروض اهو، ببدا اطلع بسحب بجنبي وافرد دراعي لورا وارجع تاني كده. شغلنا الظهر والتراي وبرده الرجلين الى حد كبير. يعني انت برده محمل عليها. طيب احنا فاضل عندنا اقل من دقيقتين، تحب نستغلهم ازاي؟ تحب تقول ايه للناس اللي بيتابعونا؟ انا كان نفسي حتى على القاعد من غير تمرين، تعالى اتفضل بقى. ايه عشان نختم كده معاك بنصايح عامه مهمه من وجهه نظرك لازم الناس كلها تعرفها.
دايما يعني نصيحتي دايما لاي حد، انا بتكلم على في ناس كتير بيشتكي من ان هي بيحصل لها ثبات وزن، يعني مثلا بتلعب رياضه بتتمرن بتعمل كل حاجه بس هي الفكره لا انا وزني ثابت انا ما فيش اي حاجه، فبيحصل لها حاله احباط اللي هو ما بيقدرش ما بيكملش تمرين او بيقطع خالص عن الجيم. فانا دايما بقول له يعني ركز على حاجات مهمه، انت تاكد ان انت بتبقى ماشي على الكالوريز بتاعتك معينه، يعني مثلا سي مثلا مكتوب لي 1000 كالوريز 1000 و2000 كالوريز في اليوم وانا باخد مثلا 2500، فطبيعي انا جسمي مش هيخس، انا جسمي كده هيزيد. فدايما بقول له اول نقطه اللي انت تاكد من الكالوريز بتاعتك، ودي لازم يرجع فيها لطبيب متخصص، لازم يعني متخصص طبعا، متخصص ليه حسبه ليه علاقه بالطول والوزن، لان كل واحد مننا مختلف، جسمي مش زي جسم حضرتك مش زي جسم اي حد، كل واحد مننا ليه نسبه معينه على حسب طبعاً. يومك على حسب نشاطك اللي انت بتعمله طبعاً. هل انت شخص قاعد على مكتب طول اليوم ولا شخص مثلا بيعمل نشاط متحرك كتير؟ طبعا. تاني حاجه اللي انا بقول له دايما اشرب ميه كتير، احنا زي ما حضرتك عارف احنا دلوقتي في فصل الشتاء، كتير بيقول لنا مثلا انا ما بقدرش اشرب ميه وبعدين انا في الشتاء فممكن اشرب كتير في اليوم ازازه صغيره. لا انا بقول لازم تشرب كميه ميه كتير في الشتاء، ده هيساعدك ان انت تنزل وزن، هيساعدك كمان ان انت جسمك يكون دايما ايه ما يكونش يحصل لحاله جفاف. كمان اللي انا بقول لهم ان انت تركز على التمرين، يعني انت ما بتعملش تمرين اوفر، انت ما بتعملش تمرينات كتير جدا غير لما يكون فعلا البرنامج بتاعك اللي محطوط لك مناسب ليك انت، لان ده برضه هيعمل لك من ضمن الحاجات اللي هي بتعمل ثبات في الوزن. طب الناس اللي بتمارس رياضه بشكل متقطع يعني لظروف شغلهم او سفرهم الى اخره بتخليهم مثلا ممكن يبقى عندهم مساحه تمرين مره في الاسبوع، هل المره دي زي قلتها ولا احسن من بلاش؟ انا بقول لو حتى ساعه ولا ساعتين في الاسبوع هي احسن لك من ما فيش تمرين نهائي، يعني برضو تؤتي ثمارها بعد كده ممكن تبقى مفيده بالنسبه له. طبعا ما هي ممكن دي تكون بدايه ليه اللي هو يكمل بعد كده. هو طبعا الواحد مع الممارسه لما بيحس باي تغيير لازم، وانا ده بيحفزه يعني. وانا بشجع يعني انا بشجع دايما الناس انت لازم تتمرن، يعني انت مستحيل مش هتلاقي ساعه واحده في يومك في ال 24 ساعه مش معظمنا بيقعد على السوشيال ميديا بالساعات كتير صحيح. فانت طبعاً. وفر ساعه واحده لصحتك عشان هي اللي هتشيلك بعد كده. والله يا كابتن حسام في ادانا الزيتونه في الجزء الاخير من كلامه فعلا، لان اللي احنا هنعمله دلوقتي هو اللي هنتسند عليه بعد كده، مش هلاقي نفسي كل يوم عند دكتور كذا ودكتور صحيح. كذا صحيح مظبوط كلامك مليون في المية. احنا انبسطنا جدا بوجود حضرتك معانا، انا اللي سعيد بوجودي معاك واستفدنا كمان، ربنا يخليك وان شاء الله نسعد بقى برؤياك مرات اكيد طبعا باذن الله اكيد طبعا ان شاء الله. كل الشكر ليك كابتن حسام الفيل مدير جيم النادي الاهلي فرع الشيخ زايد. هنطلع فاصل ونرجع عشان عندنا البوم ذكريات عايزين نفتحه مع حضرتك، فاصل ثم عوده اتفضل.